هل تعلم أنه في عصرنا الحالي 2018 موجود وقت البنات؟ بركاته. أنا جيهان بابوري. سنة 2017 ها هي تنتهي، قدوم سنة 2018 كما نعلم المرأة اكتسحت جميع المجالات الثقافية اقتصادية علمية رياضية سياسية والكثير، ولم يقتصر اكتساحها على المجالات كوكبنا الحالي، وصلت المرأة إلى المريخ وإلى كواكب أخرى. ولكن هل تعلم أنه في عصرنا الحالي 2018 موجود وقت البنات؟ لنترك هذه الفكرة جانبا. أولا، من هي المرأة؟ لماذا خلقت؟ أنا هي المرأة ولماذا خلقت؟ طبعا موجودة فكرة أن المرأة هي العبدة، آلة الإنجاب، الجارية، بلا 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 بلا. لكن لا، المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي الرفيقة، هي القادرة، الضعيفة، القوية، اللطيفة، العنيفة، هي نصف المجتمع ومن تربي النصف الآخر وتنجبه. كلنا نعلم هذه المعلومات، صحيح؟ كلنا نعلم هذه المعلومات، ولكن هنالك من يقولها فقط أو يعرفها فقط. المرأة أيضا هي المعلمة، هي الطبيبة، هي الكاتبة، الفنانة، الأديبة، والأهم من ذلك هي الأم. أجل، هي الأم، هي التي تمسح وتغسل وتكنس وتطبخ، والأم تقوم بكل الأدوار على أطفالها، هي طبيبتهم، معلمتهم، أستاذتهم. سئلت عن نساء عظيمات، بالله عليكم من تفعل هذا أليست عظيمة؟ كل أم عظيمة وكل امرأة عظيمة من عالم، من جزائرنا، من العالم، من عالمنا العربي، كل امرأة عظيمة ولهم أمي، كل أم عظيمة وكل امرأة عظيمة. سألنا بعض العرب لماذا الأم عظيمة؟ كيف كانت إجابتهم؟ ليش أمنا ست عظيمة؟ إحنا يا خيي أمنا بتجيب 7-8 أولاد وتربيهم أحسن تربية وتحبهم الواحد أكثر من الثاني، وتتعب وتشقى عشان هذاك يطلع دكتور وهذاك يطلع مهندس وهذاك يطلع محامي وهذيك تطلع مدرسة، وبالأخير بس الواقع نصهم شهداء ونصهم فدائية وأبوهم أسير وكله في ذاك الوطن. هاي مش عظيمة؟ يا عالو صيح، تبي تسكته، تغير له، تسوي له أكل، تنايمة، ومجرد فرصتها الوحيدة انها تنام، انها ترتاح. اصلا الملكون الياهل نايم بس شغل البيت ما يخلص، والام عاملة، مرأة عاملة، شنو تسوي؟ شنو تسوي؟ حسبي الله بس، لا مو عظيمة. وعلى قولة الشاعر في المجال، من يحس بضيقتي وقت الشدايد غير قلب الام بالطيبة رحوم، تستحق امي تغني هالقصايد تنجلي بشوفتها الهموم. الله، بربي علاش الأم مش عظيمة؟ بربي علاش مش كل مرأة كل أنت عظيمة؟ الأم هي اللي عطت من غير ما تستنى شيء، هي اللي على يديها تربيت أجيال وخرجت رجال. نجم تقاها فلاحة، أستاذة، طبيبة، وإلا عاد دارها ديما صاينة، حرمت روحها وقدمت عليها صغارها، وفي وقت الشدة باعت ذهبها وعمرت دارها. الأم هي الكهنة والمنوبية والزازية الهلالية. تحيا كل أم وكل أنت. أختي ده سؤال، ده سؤال، أكيد البنت الست الأنثى أنثى عظيمة، أكيد الأم أنثى عظيمة. يس صحيح إني كدية كده حبتين وبتتدخل في كل حاجة وشكاكة، مش حبتين كتير، بس جدعة وزي القمر وطبيخها ما فيش أحلى منه وبميت راجل. يا ولاد الحلال إزاي مش عظيم؟ منطقيا الأم أكيد ست عظيمة، تسوي الغداء وتشيل الغداء وتسوي العشاء وتشيل العشاء وتخط وتقوم وتشيل وتغسل وتنظف، ما عندها حتى وقت لي وانا سوي كلام فارغ، ما عندها، بس تدور سعادة اولادها ويطلعوا قاريين، لان القراية سمحة 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 وتعمر ديار. امها الام مش عظيمة اللي باعت ذهبها وطلعت سلاح الجبال، وقفت وقت الشدة، وقفت الرجال اللي حاربت بطريقتها ودت الدرهم والماكلة، وقدمت ولادها في خطر بلادها، اللي كافحت وما زالت تكافح وما زالت راح تكافح، هذه مش عظيمة؟ اللي جابت رجال ويقولوا هذوك ولاد هذيك. أنا مستغربة ليش تسألون شي سؤال، شو الأسئلة؟
هي اللي ربتنا وسهرت أيام وليالي حتى نوصل اللي بيه إحنا. سري دعرف إيش دعوة إيش قصة يرمون اللي يرمون أهلهم في دار العجزة. أم عظيمة لأنها بتربي أولادها على الدين والأخلاق وتعلمهم الاحترام وكل شيء واجب عليهم، وعظيمة لأنها بتساعد أولادها وتربيهم على الأخلاق اللي بتخليهم يرسموا طريقهم، تساعدهم يرسموا طريق لنجاحهم الطريق الصحيح. حياتي أكيد ماما بتجنن، ماما بتعقد، بتضحي بكل إشي كرمال جوزها وكرمال بيتها وولادها، بتضحي بحالها بحياتها بشغلها بكل إشي كرمال جوزها وولادها، بتغار عليهم مع أهلها وكتير بتحبهم. أصلاً جربها، بتوعى بكير، بتحضر الترويقة، بتجهز ولادها، بتجهز حالها، وبعد كل هيك وترتب البيت وتنظفه وتظهر على الشغل وترجع على المساء كتير كتير تعبانة، بس بتكمل شغلها، بتكمل دورة كأم ودورة برا كعاملة كأي عامل، وتساعدهم مادياً ومعنوياً. زمان بالحرب كان ما في مي، بتروح لآخر الدنيا بتجيب مي وترجع. كانت هيك مع جوزة وولادة ولحزبة، لحلق هيك. إذا ما هاد سؤال بتسألوني إياه وجايبيني من آخر الكوكب عشان تسألوني هالسؤال، كيف الأم مش عظيمة يا زلمة؟ يا زلمة فهمني كيف الأم مش عظيمة اللي مستحملة هذاك جوزة وهبله وأسعار الحياة اللي غليت والأزمة وكل إشي غالي، وهذوليك الاولاد اللي مجننين راسها ومجننين اهلها، وفي الاخير تقولي مش عظيمه. جربها انت، جربها انت، كل يوم بخش عليك شحط بقول لك يما بدي مش عارف كم دينار، يما بدي هاد، يما بدي هاد، بعدين بالاخير بجيب لك واحده بحكي لك زوجني كيف مش عظيمه، كيف فهموني كيف. بعدين مصاريف الزواج ومصاريف الحفل وجيب، استغفر الله العظيم كيف مش عظيمة. رجعوني على بلدي. في بدايه الفيديو تكلمت لكم عن وقت البنات. أجل وقت البنات موجود في عصرنا الحالي، ولكن ولا يعتبر فقط وقت أجساد كما كان في الجاهلية، بل أصبح وقت أفكار، معتقدات، أحلام، طموحات. فئة كبيرة من المجتمع تفرض عليه وقت البنات، والكثير من البنات تتعرض إلى الوقت يوميا. أرجوكم توقفوا عن وقت البنات، وأنت يجب أن تكوني مميزة. كوني مميزة، حقيقة أحلام، كوني مميزة لأنك أنت مرة عظيمة، لأنك ست عظيمة، لأنك ست عظيمة، لا لأنك مرأة عظيمة، لأنك أنت ست عظيمة، عشان هيك أمك كتير عظيمة، لأنك أم عظيمة، أوكي لأنك عظيمة، أنت مرأة عظيمة، لأنك أنت أكيد ست عظيمة، لأنك أنت أم عظيمة، مرأة عظيمة. في الأخير هذا الفيديو أتمنى أن يكون خفيفاً ظريفاً عليكم، موجه للمشاركة في مسابقة أسبوع يوتيوب المرأة العربية لبودكاست إريبيا. تحية خاصة لأصدقائي أنس، سامو، هاشم، صبحي، زهرة، ويآم، ميس، عمر، تحية كبيرة لهم، أصدقائي من دول مختلفة. أكيد إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك، شجعوني وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وكانت معكم جيم بابوري، إلى الملتقى إن شاء الله. We'll be right back.